تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. 40 مليون فقير في أمريكا، واشنطن ترد لسنا بوروندي أو الكونغو. مجلس حقوق الإنسان بيتبع الأمم المتحدة، مقره في جنيف. مجلس حقوق الإنسان قرر أنه يعمل دراسة علمية عن الفقر في أمريكا، فكلف مجموعة من الباحثين قعدوا 6 شهور يعملوا دراسة عن الفقر في أمريكا، طبعا بتكاليف وزيارات ومواد علمية كتيرة جدا. وفي الآخر طلعت الدراسة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة. الدراسة بتقول إيه؟ بتقول إن أمريكا فيها 40 مليون فقير، وإن من ال 40 مليون فقير 18.5 مليون تحت خط الفقر، بيعانوا الفقر المدقع. يعني حوالي 20 مليون أمريكي يعانون الفقر المدقع، من 40 مليون أمريكي يعانون الفقر والحاجة. ده تقرير نتيجة دراسة بحثية علمية استغرقت 6 شهور لصالح مجلس حقوق الإنسان في جنيف. الأمريكان طبعا مش معجبين نهائيا بهذه الدراسة، ومندوبة أمريكا في الأمم المتحدة قالت إزاي يتعمل دراسة عن الفقر في أمريكا؟ هو إحنا بوروندي ولا الكونغو عشان يعملوا دراسة عن الفقر في أمريكا؟ وإن ده إهدار للأموال، وإن إزاي تكاليف 6 شهور ودراسة كبيرة جدا وسفريات ومواد وما إلى ذلك عشان في النهاية تقولوا إن في فقر في أمريكا، وإنكم مش بتدرسوا الفقر في إفريقيا ولا في آسيا، بتدرسوا الفقر في أمريكا. يتوازى مع ذلك مشاكل بين مجلس حقوق الإنسان وبين أمريكا علشان ملف إسرائيل. في النهاية رئيس ترامب خرج أمريكا من مجلس حقوق الإنسان، وانسحبت أمريكا من مجلس حقوق الإنسان. إلا إن ده لم يمنع الإعلام ومراكز الدراسات تشتغل كتير جدا على هذا الرقم المفزع، إنه نتيجة سياسات متتالية انحازت للأغنياء برأي هذا التقرير في مجلس حقوق الإنسان. انتهى الأمر إلى إنه أغنى دولة في العالم وأقوى دولة في العالم واللي فيها ربع مليارديرات العالم ورمز الفخامة والثراء في العالم كله فيها 40 مليون فقير، منهم 18.5 مليون أمريكي تحت خط الفقر. دراسة صادمة، والأمريكان قابلوها بطريقة مسيسة، لسنا بوروندي ولا الكونغو. مذكرات أينشتاين، الكراهية تكمن خلف الفيزياء. عالم الفيزياء الأشهر ألبرت أينشتاين، أينشتاين يعد من أعظم علماء الفيزياء على مر التاريخ، وأينشتاين ونيوتن يعتبر الاثنين في حالة منافسة من الأعظم في علم الفيزياء على مر التاريخ المعروف. إذن أينشتاين يحظى بمكانة علمية أسطورية، وحتى أعتى خصوم أينشتاين لا يمكنهم التقليل أبدا بمكانته العلمية الكبرى والأسطورية في تاريخ علم الفيزياء. ألبرت أينشتاين بعد جائزة نوبل معاه فلوس شوية، قال يطلع يلف شوية في العالم. راح أسبانيا، جاء هنا على مصر بورسعيد، سفينة طلعت بعد كده على آسيا، راح كولومبو اللي هي عاصمة سيلان وقتها اللي هي حاليا دولة سريلانكا، وبعد كده زار الصين وزار اليابان. في اللفة ديت بعد ما أخذ جائزة نوبل كتب مذكراته عن البلاد اللي هو زارها. هذه المذكرات ما كانتش منشورة فيما قبل، إنما السنة دي 2018 يونيو 2018 صدر هذا الكتاب، مجلد ضخم بيحمل مذكرات أينشتاين في هذه الرحلة. دار نشر جامعة برينستون هو اللي أصدر هذا الكتاب، وأستاذ وعالم كبير في كالتك الجامعة اللي كان فيها الدكتور أحمد زويل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا هو اللي حرر هذا الكتاب مذكرات أينشتاين. المذكرات بقى ديت بتشرح أينشتاين قال إيه عن الدول اللي هو زارها، وهنا الصحف توقفت كثيرا
حوالين عنصرية ألبرت أينشتاين، أنه كان عنصريا وكارها للأجانب وبيحتقر الشعوب والدول الأخرى، واتكلم بطريقة غير لائقة إطلاقا، لا بعالم فيزياء ولا حتى من غير عالم فيزياء أن يتكلم كده على هذه الشعوب. وطبعا صدمة في أوساط كتيرة جدا، إزاي ألبرت أينشتاين العالم العظيم يكون بهذا المستوى الإنساني اللي عليه مؤاخذات كتيرة جدا، كيف كان عنصريا وكارها للشعوب وللأجانب، للشعوب وللأجانب في دول عديدة حول العالم. هنا توقف حول ماذا قال ألبرت أينشتاين عن سريلانكا. لما زار سريلانكا اتكلم بطريقة عنصرية كبيرة جدا لا تناسب عالم فيزياء حائز على جائزة نوبل، وقال إن هي بلد يعني الحياة فيها مش مستاهلة، لا احتياجات للناس ولا بيشتغلوا عشان أصلا مش محتاجين. وصف حياة الناس في سريلانكا إن هي حياة وسط القذارة والروائح الكريهة. وطبعا ممكن أي حد عادي يقول هذا الكلام، لكن لا يليق بشخصية عامة أو شخص مهم يقول هذا الكلام، ولا يليق أكتر بألبرت أينشتاين إن يشوف شعب كامل زي الشعب السريلانكي ودولة كاملة زي سريلانكا إنه يشوفهم مجرد إن هم ناس عايشين وسط القذارة والروائح الكريهة. إنما الصدمة الأكبر لما أينشتاين راح الصين. اللي كتبه أينشتاين عن الصين والذي نشر في مذكرات أينشتاين 2018 من جامعة برينستون في منتهى الخطورة، اتكلم بعنصرية وباحتقار شديد للصينيين. وهنا ألجأ لنصوص ما قاله ألبرت أينشتاين، لأن النصوص مفزعة جدا ولا تحتاج إلى شرح. قال على الصينيين إنه شعب قذر ومنفعل، ده كلام أينشتاين على الشعب الصيني، قال إنه شعب قذر ومنفعل. وكمل هذه العجرفة وهذا الاستعلاء وهذه العنصرية ألبرت أينشتاين تجاه حضارة عظيمة، وقال على الصينيين هي أمة شبيهة بالقطيع. على الصينيين إن هم أمة شبيهة بالقطيع، وإن هم أكثر شبها بالآلات منهم بالبشر. وقال أيضا حتى الأطفال، لما شاف الأطفال الصينيين قال حتى الأطفال بلا عقل وخاملون، وقال إن هم أطفال متبلدين وفاقدي الإحساس. يعني شتم كل الصين تقريبا، هاجم كل الصين، سواء الأمة الصينية، التاريخ الصيني، الثقافة الصينية، وحتى الأطفال الصينيين، قال إن هم بلا عقل وخاملين متبلدي الإحساس أو فاقدي الإحساس ومتبلدين. كمل بقى، هو بقى خرج في الشوارع لقى ناس كتيرة جدا في الشارع، هاجم كل شيء، حتى جنازة معدية فيها ناس كتير هاجم إزاي ناس كتيرة في جنازة. وبعدين وصف بقى هذه الأعداد وقال إنها أعداد كبيرة جدا، سيكون من المؤسف أن يحل هؤلاء الصينيون محل الأجناس الأخرى إذا استمروا يزيدوا بهذه الطريقة وحلوا محل الأجناس الأخرى، ده هيكون شيء مؤسف للغاية. وقال إن الصينيين مش مؤهلين للتفكير المنطقي. شوف بقى لما يبقى عالم كبير، مش عالم كبير، أكبر علماء القرن العشرين، واحد أكبر علماء التاريخ الإنساني كله، لما يصل في عنصريته إلى إن هو يقول إن شعب وأمة عندها حضارة عظيمة زي الصين، إن دول مش مؤهلين للتفكير المنطقي اللي كان عندهم منطق وعندهم علم وعندهم حضارة وقت ما كانت أوروبا عايشة في مخلفات الحياة وتحت الغابات. وقت ما كانت أوروبا كده كان في حضارة في الصين، ومع ذلك ألبرت أينشتاين قال إن الصينيين مش مؤهلين للتفكير المنطقي، وقال إن هم لا يملكوا أي موهبة في علم الرياضيات، وقال ده متأثرا بمعلمين برتغاليين ومتأثرا بالكلام الاستعماري حول إن آسيا ممكن تكتسح العالم عن طريق السكان في المستقبل. لما نتأمل هذه المذكرات ونواصل، هنتكلم بعد كده على فلسطين. هو زار فلسطين، لكن أينشتاين ما زارش فلسطين كما كانت، إنما راح زار المنظمات الصهيونية في فلسطين فقط،
لم يزر أينشتاين في فلسطين إلا المنظمات الصهيونية، وما تكلمش ولا كلمة عن العرب المسلمين المسيحيين الفلسطينيين، اتكلم كله عن اليهود فقط، وامتدح اليهود والمنظمات اليهودية الموجودة في فلسطين. طبعا سنة 52 بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل عرض على أينشتاين يكون رئيس إسرائيل، وأينشتاين اعتذر عن ذلك، إنما أينشتاين زار فلسطين في تلك الرحلة التاريخية الشهيرة وقعد فيها 10 أيام كلها كانت في الأوساط الصهيونية، ولم يقم بزيارة أي وسط عربي أو إسلامي في فلسطين. بورسعيد، أينشتاين راح بورسعيد والسفينة رسيت في ميناء بورسعيد، ودخل السفينة اللي هو راكب فيها ركاب من سوريا، لبنان، من العراق، من جنوب تركيا، من الجزيرة العربية، من مناطق مختلفة، ركبوا السفينة اللي كان فيها أينشتاين وطلع بعد كده تعبر قناة السويس ورجع إلى أوروبا. هو زار بورسعيد مرتين، مرة في طريق الذهاب إلى آسيا ومرة في طريق العودة إلى أوروبا. وصل بقى ركاب السفينة دول اللي هم جايين من كل مكان يركبوا من ميناء بورسعيد إن هم شرقيون قذرون، كده كلهم على بعضهم وصف إن هم شرقيون قذرون، والجملة في منتهى القسوة كأنهم تدفقوا من جهنم. ده وصفه لعرب ومسلمين وغيرهم، تدفقوا إلى هذه السفينة، يركبوا السفينة رايحين أوروبا زيهم زي أينشتاين، أو أعمال تجارية على السفينة ويرجعوا فيما بعد. وصفهم كده كلهم شرقيون قذرون كأنهم تدفقوا من جهنم. يبقى إذن ده اللي قاله على اليهود مديحا وإطراءا، واللي قاله على الناس اللي ركبوا بورسعيد إن هم شرقيون قذرون، وعلى الصينيين إن هي أمة ما فيهاش أي حاجة كويسة، هاجم كل شيء في الصين، وهاجم سريلانكا وقال إن هم عايشين وسط القذارة والروائح الكريهة. إيه بقى الموقف من هذه المذكرات؟ بعض الناس يقولوا هو حر، هو شايف إن هذا البلد كويس، هذا البلد مش كويس، في قذارة، مفيش قذارة، هو حر لأن المذكرات دي ما كانش هينشرها. وأي إنسان حر ما لم ينشر إن جواه رأيه كده، فهو حر في انطباعاته، هو كتب كسائح، إنما هذا الكلام ليس للنشر، وبالتالي مش ممكن نؤاخذ أينشتاين على انطباعات شخصية لم ينشرها وإنما نشرت بعد حياته. إنما رأي تاني بيرد يقول لا، إحنا مش بنحاسبه إن عايز ينشر أو ما ينشرش، إن إزاي ده فكر وثقافة ورؤية وقيم أكبر عالم في القرن العشرين، إزاي دي رؤية ألبرت أينشتاين عالم الفيزياء الأشهر، إزاي ممكن حد حائز على نوبل وصل لهذه المكانة الأسطورية من العقل ومن الإبداع العلمي يكون ده مستواه في النظر إلى الناس بعنصرية واستعلاء وعدم علمية إلى هذا الحد. أينشتاين فيما بعد البعض بيدافع عنه وقال إن هو كان من دعاة الحقوق المدنية، وإن انتقد العنصرية عند البيض الأمريكان، وإنه اتكلم كتير جدا عن المساواة وكان من أكبر أعداء العنصرية. لكن ممكن نقول إن هو وقت ما كتب هذا الكلام كان لسه هتلر ما حصلتش الأعمال اللي عملها في ألمانيا ضد اليهود، وبالتالي لما هو ذاق ويلات العنصرية النازية واللي عمله هتلر بقى مع حقوق الإنسان والحريات فيما بعد. إنما قبل هتلر كانت آراء أينشتاين عنصرية، ما كانش مدرك إن إزاي في خطأ فادح إن ينظر بهذه البغضاء وهذا الاستعلاء على شعوب لا حضارات عظيمة مثل هنا في بورسعيد والمنطقة المحيطة، أو في الصين اللي عندهم حضارة عظيمة تعود لآلاف السنين. ألبرت أينشتاين لم يتحدث عن مصر في هذه المذكرات إلا في الشوية بتوع بورسعيد، وكان الأنسب لما يمر على أعظم حضارة في العالم يتشرف هو بزيارتها إن يتكلم عنها. لكن أكبر حضارتين على كوكب الأرض زارهم أينشتاين، مصر عند بورسعيد والصين كذلك، هاجم الصين، ما هاجمش مصر، إنما ما تكلمش على مصر بما يناسبها،
ومنزلش في مصر عشان يشوف الحضارة التاريخية اللي موجودة فيها، وبالتالي لم يظهر ثقافة إنسانية كافية لعالم كبير في الفيزياء، واستقصد أكبر حضارة موجودة في آسيا الحضارة الصينية وهاجمها على هذا النحو. الحقيقة نشر مذكرات في مطابع جامعة برينستون، مذكرات أينشتاين، الزيارة اللي قام بها 22-23 بعد حصوله على جائزة نوبل اللي راح فيها إسبانيا، وزار في خلالها منطقة بورسعيد في مصر، ثم اتجه إلى سريلانكا وإلى الصين وإلى اليابان، هو كتاب مهم للغاية، لكنه كان بمثابة صدمة خلت محرر الكتاب نفسه اللي هو من جامعة كالتك، جامعة الدكتور أحمد زويل، هو نفسه يقول أنا مصدوم، إزاي عالم عظيم وأسطورة بهذا المستوى وأيقونة عالمية بهذا الحجم تكون آراء عنصرية بغيضة بهذا المستوى أيضا. إذن كان هذا جانب من مذكرات ألبرت أينشتاين، أعظم علماء الفيزياء في القرن العشرين، ولكنه أيضا العنصري الذي لم يحترم ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى. بولندا، التحالف مع بريطانيا والقلق من روسيا وألمانيا. بولندا دولة مهمة جدا، موقع استراتيجي خطير جدا، كانت باستمرار جزء من صراع إقليمي في شرق أوروبا وفي غرب أوروبا. قراءة بولندا السياسة البولندية مهمة جدا لفهم السياسة الأوروبية والتباساتها. بولندا بتقع بين روسيا البيضاء وروسيا شرقا وألمانيا غربا، تاريخيا الآن من روسيا وتاريخيا الآن من ألمانيا. ألمانيا النازية احتلت بولندا واتقتل كتير جدا من البولنديين، فعندهم مشكلة كبيرة جدا مع ألمانيا النازية وقلق من أي طموحات ألمانية قادمة في المنطقة، وأيضا هم جنب الروس والأنين أيضا من الروس، وهم جزء من الناتو، فالعلاقة قوية جدا مع أمريكا، قوية جدا مع بريطانيا، لأن هم الأنين من الجار الشرقي روسيا، من الجار الغربي ألمانيا. على الخريطة حضراتكم بولندا بتقع في شرق أوروبا، إذا قلنا هنا أدي بولندا، بنلاقي هنا أدي بولندا كده، يبقى على طول جنبها روسيا البيضاء أو بيلاروسيا. روسيا البيضاء دولة غير روسيا، وبعدين هنا نلاقي روسيا، لكن روسيا البيضاء حليفة لروسيا. يبقى إذن أدي بولندا جنبها على طول روسيا البيضاء وبعدين أو بيلاروسيا وبعدين روسيا الاتحادية، هنا جنبها ألمانيا، هنا بريطانيا بعيد، هنا بقى بريطانيا. فالبولنديين الآنين جدا من روسيا، وفي هنا الناتو موجود بقوة، هم متحالفين مع بريطانيا ومتحالفين بقوة مع الأمريكان، ففي قواعد أمريكية وقواعد بريطانية في بولندا، دي قريبة من روسيا، لو في حرب بين الناتو وروسيا هيتم الضرب من بولندا، فهم بيوثقوا بقوة مع الإنجليز والأمريكان وبقوة مع قيادة الناتو علشان يواجهوا روسيا. وفي نفس الوقت رغم أن ألمانيا معاهم في الناتو قلقانين، لأن قبل كده الألمان احتلوا بولندا، فبولندا دولة متقدمة وعملت نجاحات كبيرة جدا، لكنها قلقة من روسيا وقلقة من ألمانيا، عشان كده وثقت العلاقات بين بولندا وبين بريطانيا. كل سنة في قمة بيحضرها زعماء البلدين بولندا وبريطانيا، كمان في صيغة 2+2، يروح وزير الدفاع والخارجية بولندا يقابله وزير الدفاع والخارجية البولندي، ويروحوا البولنديين يقابله البريطانيين في لندن. الزعيمة تريزا مي زارت وارسو وبتأكد التحالف مع بولندا، والاتنين بيفوتوا البعض شوية، يعني الاتحاد الأوروبي لما انتقد تعديلات دستورية في بولندا الإنجليز وقفوا مع البولنديين، برضو موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البولنديين واقفين شوية مع الإنجليز في شروط الخروج. في تفاهم بين البلدين، في قواعد بريطانية وأمريكية موجودة في بولندا. إذن بولندا بتصيغ استراتيجية أساسها التحالف القوي جدا مع بريطانيا خوفا من ألمانيا وروسيا، العمل بقوة مع الناتو خوفا من ألمانيا وروسيا،
العمل بقوة مع أمريكا خوفا من الجيران الأقوياء. لكن ده بدأ يقلق الروس، وبدأ الروس يستهدفوا في كتاباتهم بولندا، إن بهذه القوات اللي موجودة للنيتو في بولندا، وإن ممكن من أراضي بولندا تنطلق حرب عالمية ثالثة أو تكون ميدان أساسي للهجوم من قبل النيتو على روسيا، خلى باستمرار الروس ينتقدوا أداء البولنديين. إذن بولندا اللي عملت نجاح اقتصادي كبير جدا بعد ربيع شرق أوروبا، دلوقتي بتخوض سياسة جريئة جدا بالتحالف مع بريطانيا وأمريكا في مواجهة روسيا واحتمالات طموحات سياسية لألمانيا. هنا تأتي أو يأتي التحالف بين وارسو ولندن، أو استراتيجية التعاون الثنائي بين بولندا وبريطانيا. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.